السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وهناك الرقم الخاص بالواتساب الذي يمكنكم من الاتصال أو من إرسال الرسالة النصية التي سنقرأها خلال هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام بما لدينا من فقرات من مقاطع في الفقرة الأولى. لدينا وصف ناشطون عراقيون إعلان رئيس الحكومة الحالية محمد شيع السوداني استرداد جزء من أموال سرقة القرن بأنه مجرد ترويج دعائي بشأن مكافحته للفساد ومسرحية فجة لا تنطلي فصولها على العراقيين. قال الناشطون إن استرداد نحو 182 مليار دينار من أصل مبلغ 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي تم سرقتها من أموال الضرائب العامة لا يعد إنجازا، ولا سيما أن معظم المتهمين بالسرقة هم شخصيات مقربة من قوى الإطار والميليشيات التابعة لإيران، ومنها ميليشيا بدر إحدى أبرز الميليشيات التي دعمت تكليف السوداني بتشكيل الحكومة. طبعا عرض السوداني في مؤتمره الصحفي أموالا كبيرة قبل أن يوضح سبب عرضها بهذا الشكل بالقول إن عرض الأموال بهذه الطريقة جاء بسبب انخفاض الثقة بإجراءات الحكومة. لنشاهد. نعلن لكم عن استرداد جزء من الأموال المسروقة سرقة الأمانات الضريبية. الحمد لله وبجهود المخلصين من القضاة والأجهزة الأمنية والمعنيين من المسؤولين، وبمتابعة من الأخ السيد رئيس مجلس القضاء ومتابعة شخصية من قبلنا، تمكنت هذه الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182 مليار و678 مليون و344 ألف دينار عراقي. جزء أحد يسأل يقول ليش اليوم الأموال معروضة بهذه الطريقة والكيفية وهي جزء من الأموال؟ نعرف كل زين انه منسوب الثقة منخفض جدا في اجراءات الدولة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد الاداري والمالي. يعني لو ننزل خبر ونقول تم استرداد المبلغ كذا بكتابنا المرقم، جزء الناس في هذه الاجواء من عدم الجدية في مكافحة الفساد الاداري والمالي يكون القضية مو واضحة. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. وجاء إعلان السوداني اليوم متزامنا مع تصاعد تداعيات سرقة القرن الثانية من مصرف الرافدين فرع بيروت بعد سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة اتهمت بها ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري بتواطؤ من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي. وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد تداولت تفاصيل عملية احتيال مالي بمليارات الدولارات من مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت وتحويلها إلى بنوك لبنانية أفلست كتعويض عن أرصدة عراقية كانت مودعة بأسماء كبار المسؤولين وقادة الميليشيات في العراق. طبعا كان كبار قادة الميليشيات الولائية قد فتحوا حسابات مالية بالدولار في مصارف لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني بغية تمرير صفقات وتحويل أموال عراقية إلى إيران. ويبدو أن السوداني حاول تدارك الموضوع قبل أن يتحول لقضية رأي عام حينما أعلن اليوم عن إرجاع أموال السرقة الأولى التي اتهم جهات لم يسمها في هيئة الضرائب بتسهيلها وصرف 114 صكا للمتهم نور زهير جاسم الذي أكد إجراء صفقة معه لإطلاق سراحه مقابل تسليم باقي الأموال. هذه الخطوة التي أعلنها السوداني أثارت، والصفقة طبعا وإطلاق سراح المتهم، أثارت ردود فعل غاضبة من هذا الإجراء الذي يثبت وجود جهات تقف خلف المتهم عادين الأمر بالصفقة المشبوهة والمثيرة للجدل.
في غضون ذلك أعرب حقوقيون عن صدمتهم من هذه الصفقة مع المتهم، مؤكدين عدم وجود نص قانوني يبيح لرئيس الحكومة أن يتفق مع متهم وسارق ويعده بإخلاء سبيله بكفالة مقابل استرجاع الأموال. دعونا نشاهد. حتى يسلم كل المبلغ سيصدر القاضي المختص أمر بإطلاق سراحة بكفالة. طبعا الكفالة هي المصفى العائد لهذا المتهم مع حجز أموال المنقولة وغير المنقولة وعدم التصرف بها إلا بعلم القضاء، بما يضمن سداد المبلغ المترتب بذمته وفق جدول زمني خلال أسبوعين. هذه التسوية أو الاتفاق بين المحكمة والمتهم تسوية مكتوبة، يطلع بكفالة حتى يسهل من عملية استرداد المبالغ طبعا وبضمانة الأجهزة الأمنية اللي راح تتابع وتطمئن من عدم هروبه. حسب الاعتراف والتسوية هو يريد يسدد المبلغ، فهذا المبلغ جزء من الترليون 600 اعترف فيه المتهم وتعهد وفق التسوية المكتوبة بتسديد كامل المبلغ، علما أن هذا المتهم لديه أملاك كثيرة تفوق هذا المبلغ الترليون 600. وبالتالي القضاء وفق التسوية ووفق الاتفاق اللي حصل المكتوب إن شاء الله راح نتمكن من استعادة هذا المبلغ ترليون 600. مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي حسين العقيلي يقول: يعني يسرق ويرجعها ويطلق سراحة وكان شيئا لم يكن. تعليق من فؤاد كاظم يقول: بعد الضحكة يعني الحرامي يتفاوض ويا الدولة، طلعوني وأرجع لكم الفلوس، وفوقها المبلغ اللي رجع تفاليس بالنسبة للمبلغ المسروق. جعفر المياحي يقول: هذه قطرة في بحر بالنسبة لحيتان الفساد. ولدينا تعليق من طالب صبار الدليمي يقول: إيش دا تسوون بالشعب العراقي الفقير؟ لا عدش كثر دا تسرقون، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام، نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل حياك الله. يا الله، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أبو علي. حياكم الله. ما أعرف يعني هاي المسرحيات مع الحزب دعوة، يعني بالله بشرفك، هاي مو عيب يعني مصفطين الفلوس. هسه أكو ناس يشككون بهذا، أني ما نعرف طوابيق هن صابغين أحمر، مو هو بعد انفقدت الثقة بين هاي الميليشيات. نعم. صفطين هاي الفلوس، بعدين هاي يعني هاي هذا فد جزء، يمكن يعني ما أعرف المالك سرق 100 مليار دولار، وين المالك؟ ليش ما يحاسبوه؟ أبو علي، شنو رأيك بالاتفاق اللي أبرم ما بين الحكومة وما بين السارق بإخلاء سبيله حتى يرجع الأموال؟ صفقة تم على أثرها أنه هو يطلق سراحة إذا رجع الأموال. كيف تتخذ الحكومة هكذا إجراء؟ أليس من المفترض أن يكون هناك رد أو عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه بارتكاب جرم كهذا، سرقة مال عام وغيرها؟ هم دولة يعني هذول يشجعون أي سارق: أخي ترجع الفلوس أنا أنهدك. فهو السارق يقول لك: أنا راح أبوق أنهب، إذا انكمشيت أرجح زين، وإذا ما انكمشيت لا أستمر أصير وزير أصير محافظ. بعدين هو هذا فلاحس، هو هذا السوداني شو اسمه، هذا محمد يشيع السودان. محمد يشيع السودان مو كان محافظ العمارة؟ هاي الصفقة مال البراميل على أساس تكرمون مال الزبالة، هو جايب براميل وقصها بالنص وخلى نص برميل فارغ، فد مهزله مال محافظ العماره. هو هذا كان هذا اكبر سارق مال. طيب هو تحدث البرامين. ابو علي، هو تحدث عن نقطه تتعلق بالثقه ما بين الحكومه وما بين المواطن اللي اصبحت معدومه. ماكو ثقه. اليس من المفترض ان يبدا بالكبار بحيتان الفساد الكبيره لكي يعيد الثقه مع المواطن؟
اي طبعا هو اذا صدق يقول انا رئيس الوزراء والمالكي ما له علاقه بالموضوع، يلا خلي يسلم لنا المالكي للشعب، خلي يسلم، هو اكبر سارق ها طيب. بالعراق هو هذا نور الماء، خلي يسلم لنا المالكي عم يكون شيء مريده. نعم شكرا ابو علي. المسرحيات بعد ما تنطلي على العقلاء. انا اشكرك ابو علي من لندن، شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة وننتقل إلى الموضوع الثاني. تحول جملة من المعوقات دون عودة المهجرين إلى ديارهم، منها أن الميليشيات تفرض إعادة سكان المدينة إليها أو ترفض إعادة سكان المدينة إليها وتتخذ من مساكنهم مقرات لها، كما أن حالة من عدم المبالاة بخصوص رفع الألغام والمتفجرات من مدنهم وتطهيرها ما زالت مستمرة، بالإضافة لانعدام الخدمات وتدمير منازل السكان. يعيش أكثر من 1,600,000 نازح ظروفا صعبة في مخيمات النزوح المنتشرة في عموم العراق، بينهم قرابة 300,000 نازح من أهالي مدينة الموصل وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وكشفت جهات حقوقية وصحفية أن الميليشيات تمنع بالقوة عودة آلاف العائلات النازحة من العديد من المدن المنكوبة، لا سيما من مناطق جرف الصخر شمالية محافظة بابل. يقضي مئات الآلاف من النازحين من جرف الصخر عامهم التاسع وسط معاناة كبيرة في ظل فقدانهم لأبسط أساسيات الحياة اليومية، مع تلاشي أمالهم باقتراب عودتهم لديارهم، بالرغم من الوعود التي أطلقها سياسيون في إعادتهم إبان الترويج لحملات انتخابية. هذا الناشط تحدث عن حال النازحين في مخيمات بزيبز حول وضعهم ومعاناتهم والظروف التي يعيشونها. لنستمع. مخيمات بزيبز اللي أكثرتها عوائل نازحة من جرخ الصخر. أكو سياسي قال راح نصلي بجرخ الصخر بالعيد، والتاني هنا يصلي بجرخ الصخر بالعيد حتى يرجع النازحين. والعجب يعني لحد الآن يعني 2022 شهر 11/20/11 نازحين ما راجعين، يعني إلى متى راح يبقون بهاي الوضعية المأساوية يعني، والجو بارد وجاي يشوفون أنا لابس قمصلة وتي شيرت وكلش باردة. حبيت أقول لك يا خميس الخنجر في هذا الفيديو شكرا لك، ما هو كتب بعدك وأخذت المالات من كتاب حزب الله، حقا شكرا لك. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى موضوع آخر، حيث فقدت العوائل التي ما زالت تعيش ظروفا صعبة في الكثير من المخيمات الصبغة القانونية كنازحين، وحرمت من الدعم الدولي والمساعدات الإغاثية بعد إعلان الحكومة إغلاق عدد من المخيمات وتسوية ملف النزوح في خطوة غير مدروسة ولم تراعي الأبعاد الإنسانية كما يقول مراقبون. طبعا يفاقم دخول فصل الشتاء من أوضاع النازحين حينما تبرز حاجات ملحة لا توفرها الحكومة لهم، في مقدمتها وقود التدفئة في ظل سكنهم في خيم مهترئة لا يتوفر فيها أدنى شروط الحياة. دعونا نستمع إلى ما يتمناه أبناء مدينة جرف الصخر القاطنين في مخيمات غربية بغداد في ظل انخفاض درجات الحرارة، قبل أن نذهب إلى التعليقات. شنو محتاجين أكثر شيء هنا؟ غذائية وطحين. بطانيات تريدون؟ بطانياتي والله عليها البرد والثلج. والله انتوا احسن عندكم الشتاء ولا الصيف؟ الشتاء. شتاء. الله يكون معاكم ان شاء الله. اللهم يحفظكم يا رب. انتوا اللي عندكم اللي عجز المرضى مو الاثنين؟ يلا السنه يجيهم. سلام شلونكم؟ الحمد لله. احذيه ما عندكم بوتينات؟ والله ما عندنا. سلام هلا شلون؟ اخي خالتي مشقوقه ويسرب عليهم. يلا الله كريم. قاعده جدتي مزرفه وقام. يلا الله كريم الله كريم. يجيكم بطانيات. ان شاء الله راح يسمعوكم اهل الخير ونجيب لكم بطانيات. نريدكم تساعدونا. ان شاء الله. اطلبوا شنو تريدون قول حتى العالم تسمع. يطب عليكم المطر جوا؟ والله يسرب علي المطر. شو اسمكم انتم؟ انا
اسمه حمزه. حمزه وانت؟ مصطفى. مصطفى وانت؟ رزان. هل عبر الزونه الورده وانت؟ علي. علاوي الورد. وانت؟ ريان. في ديتش ريون الورده. انس. النوسي. وانت؟ عز الدين. ما شاء الله، اللهم يحفظكم يا رب. نعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. سعدون الحامد يقول: لا إله إلا الله، شنو ذنب الجهال؟ شنو ذنب النساء؟ شنو ذنب الناس الأبرياء؟ تاركين أراضيهم وعملهم وشغلهم وبساتينهم، ما لكم كيف تحكمون؟ في تعليق من رفيف علي تقول: الله يكون بعونهم والله ينتقم من كان سبب في تهجيرهم، حسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين الطغاة. تعليق لدينا من صبا إبراهيم تقول: الله يعينهم، هجروهم واستولوا على أراضيهم، شنو ذنبهم هالمساكين؟ أكو رب رحيم ومنتقم. ضمن التعليقات أيضا صدام الجنابي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الخزي والعار على كل من يقف بطريق عودتهم. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم. أهلا وسهلا أبو عمر، تفضل. وحيا الله القناة والسادة المشاهدين الكرام. الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ محمد. إحنا نعرف ملف النازحين إنه من ملفات اللي صار أكثر من 10 سنين، وما زالت إنه هاي العوائل اللي بجد زيبز وكافة يعني مناطقنا بالشمال أو كان بالغربية، كلهم هذول مسؤوليتهم بيد حكومة سلطة الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. نعم. هاي لو كان عندنا حكومة شريفة وحكومة نزيهة وحكومة ولاء الشعب الوطني، ما كانت إنه شافت هذا الطفل العراقي أو الشيخ العراقي أو المرأة العراقية اللي هم يقولون إحنا دافعنا عن الأعراض ودافعنا عن المبادئ ودافعنا عن السيادة، قد أي سيادة عندكم وأي عرض عندكم إنه من يشوفون أهلكم ونسوانكم اللي ما يفرق إنه العراقي بين هذا منه وهذاك منه. هذول الناس كلهم اسياد ايران واسياد امريكا. استاذ ابو عمر، لماذا برايك ابو عمر اذا سمحت لي، لماذا برايك ملف النازحين لا يزال لغايه الان قائم؟ يعني ما كان اكو حل جذري لهذه المشكله. عندنا 1,600,000 نازح لا يزالون في المخيمات، رقم كبير جدا، محافظاتهم انتهت بها العمليات العسكريه بحسب حيدر العبادي، اعلنت الحكومه ما يسمى النصر على داعش، وكل هذه العمليات اللي صارت العسكرية المفروض خلص الآن مرحلة الإعمار، وعقدوا مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت وغيرها. لماذا الملف إلى الآن لا يزال مفتوح؟ ليش ما عالجوا هذه المسألة؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف كل زين كعراقيين أنه سلطة الأحزاب، هذا ملف النازحين أو الشباب الموجودين عندنا بالسجون، كل هاي أمور مخطوطة على شعبنا وأبنائنا، خاصة يعني ولو محترمات المسلمين يعني أبنائنا العامة السنة، هاي كلها مخطوطة، كلها مخطوطة. لو كانت إذا ما مخطوطة لكان هذول المواطنين وهذول الشباب عندنا وهذول الشيوخ اللي عندنا كان ممكن إعانتهم، ممكن إنه امتداد يد العون لهم، ممكن إعطاهم الرواتب، ممكن إنه يعيشوهم يعني بدل هالخيم يبنون لهم كهربات. طيب أنا وصلت الفكرة. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد، شكرا لحضرتك. ويانا يعني السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم، حي قناة الرافدين البطلة. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد العزيز، تاج راسي. الله يسلمك. كفيلك محمد يحكمون العراق، شيعة إيران قلت السنة، كفيلك الله. طيب بعيداً 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 بس على الجزئيات المتعلقة بالطوائف، خلينا نتكلم عن سياسيين دي يحكمون العراق بشكل عام بمختلف طوائفهم، انتماءاتهم، مذاهبهم. الفكرة أنه هل قدموا شيء للمجتمع العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية؟ أستاذ العزيز، كفيلك محمد، كلهم شيعتها وسنتها وكرادها كلها ويا إيران يشتغلون صالح إيران، ليس صالح للعراق، لإيران يشتغلون. كفيلك محمد، روح شوف ضربهم، وش ضربهم الشمال؟ أقوى حد ردهم؟ ما حد ردهم، خايفين بس ياخذون الجهود يبوقون، والعالم ود الخايبة نايمين بالخيم. طيب صاروهم 20 سنة قاعدين بالخيم، وين رجال الدين؟ وينهم شيوخ العشائر؟ وينهم؟ رجال الدين وينها؟ بس كلاوات تطلعون. كفيلك محمد، حتى رجال الدين ماكو، تكرم بس
الملاهي اكثر من تمام الشوارك. تمام ابو ابو سيد محمد نعم وصلت الفكره. انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل الى موضوع اخر لدينا. شكى مزارعون في محافظة كربلاء من استحواذ جهات متنفذة على أراضيهم بعد تخريبها، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل ووضع حد للجهات التي تقف وراء عمليات الاستحواذ. وبين نبأ الاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة كربلاء حجم الفساد الذي تمارسه الجهات المتنفذة، حينما أقدم مقربون من العتبات الدينية التي يشرف عليها عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية في كربلاء على وضع يدهم على نحو 1500 دونم بالقوة وتخريب المزروعات فيها. الأهالي في تلك المنطقة نظموا وقفة احتجاجية رفعوا فيها لافتات تحمل الكربلائي مسؤولية الوقوف وراء محاولات الاستحواذ على أراضيهم، وتوعدوه بالملاحقة العشائرية، فيما طالب آخرون الجهات المعنية بالتدخل وكشف الجهات التي تقف وراء عمليات الاستحواذ. الآن لنستمع إلى شهادة المزارعين في هذا المقطع. احنا العتبة نعاني منها هواي مشاكل. شنو مشاكلنا؟ مشاكلنا العتبة لما تعجبها أرض تستثمرها غصبا عنك وعن أبوك. واحنا ناشد منها من هذا مكانكم، من هذا منبركم، احنا ناشد السودان. إنه الله سبحانه وتعالى يجفينا شر العتبة الحسينية والعتبة العباسية. يعني أرض تعجبهم يستثمرونها بأي طريقة خاصة. يشترونها ويستثمرونها واحنا يشيلونها. عم يردون يشيلونه وخل صوتنا يسمع للسوداني. احنا تعبانين ومستويين وما عندنا. احنا ما نطيها، قلنا احنا ما نطيها، ما نموت عليها، قاعنا ما نطيها. بتشم قلنا من اللي حتبه حتبه ايش صورتنا؟ زين انت من صورتها هاي الدور وين كانت؟ انت من واحد هسه قناه تجي صور شوف الفكر ايش قد بيه عوائل. زين احنا من ذاك اليوم لليوم خوش، احنا من ذاك اليوم لليوم هاي تشتغل عامل وهاي الكسبه. يعني انت في سبيل مصلحتك خاصة استثمار سبع نجوم بمصلحتك تسوي الاستثمار. الشيء الهائي زي الحسين يرضى مصالحهم عجيبة، تسوي لي مصانع وتسوي لي ملاعب وتسوي لي فنادق. المهم انت قلت لي رحله للصحه كان يصلي قابلته وحكيت وياه. اي هو قاعد يصيرك على هاي ليش دار وجهه؟ ما يقبل الحمايه راسه قال عم يلا يلا من الحمايه كلونا. زين الحسين مو مال ابو واحد بيني ما بين الله لو حاشد كلامي بس وانت بيني ما بينك. زين الحسين مو مال ابو واحد. لا لا صار ما هي دوله. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث أعاد هذا الموضوع الحديث مجددا عن الاستثمارات التي تنفذها العتبات الدينية التي حولت الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين إلى أملاك خاصة تتصرف بها بما يخدم مشاريعها الاقتصادية، لا سيما في محافظات الفرات الأوسط والجنوب. ووجه عدد آخر من المزارعين انتقادات لاذعة لعبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية في كربلاء، متهمين إياه بالوقوف وراء محاولات طردهم من أرضهم. لنستمع إلى جانب آخر من هذا الحديث. لا قبورنا بيوتنا عبد المهدي الكربلائي جاياه اللي أخذ العراق كله، أخذ العراق كله ولحقنا على الخيسة يريد شيئنا. بدل ما يسوي لنا مشاريع، بدل ما يعطينا ماي، بدل ما يعطينا كهرباء، بدل ما يعطينا مجاري، يجي يتفقدنا يقول ذول عوائل الشهداء. شنو اللي يطوا عليه من ضحوا؟ عليه من ضحينا احنا مو على الوطن؟ يعني الوطن يطردنا من عند 200 متر يطردنا منها؟ يشيلنا منها عبد المهدي؟ هذا ما مقبول. يجي عبد المهدي يسوي قبورنا، يجيب شفلاته واحنا وعوائلنا وطمنا. حتى هنا يم الامام الحسين يصير قبورنا. هذا اللي عندنا، ما عندنا شيء غيره. نعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو أحمد الخزاعي يقول: أكو شيء ما أخذته العتبة؟ الله لا ينطيهم، ما يقولون وين تروح العالم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. تعليق من أحمد جعفر هويدي يقول: ما هذا الإجرام؟ وين نوصل بعد من وراء الوحوش؟ لدينا تعليق من كمال حسين: استيلاء واحتلال بالقوة وتحت طائلة القانون. وضمن التعليقات قاسم الشمر يقول: مئات الدونمات استولت عليها العتبات وقبض ماكو يعني الفائدة، وين تروح ما حد يعرف، وهاي المساحات والمشاريع المن تابعة وباسم من تسجل لا أحد يعرف. هل تمليك المشاريع عام
يعني راجع للدولة لولي أشخاص خاصين، وهناك الكثير من التساؤلات ولا مجيب عليها. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة، الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. بالرغم من مضي أكثر من عامين على تشريع السلطات الحكومية قانونا يعد الدقات العشائرية عمليات إرهابية، إلا أن تلك الهجمات المسلحة على المنازل والمباني لم تتراجع بل زادت في الفترة الأخيرة. وعادة ما يطلق في الدقات العشائرية الرصاص الحي كتحذير على منزل الشخص المراد محاكمته عشائريا، وذلك إما في الهواء وإما على جدران المبنى مع هتافات وتهديدات عند باب منزله. طبعا تتسبب مثل تلك الهجمات بحالات قتل عديدة فضلا عن ترويع المواطنين. وتشهد أيضا محافظات البصرة، بغداد، ميسان، ذي قار والمثنى ارتفاعا كبيرا في مثل هذه الهجمات بعد أن سجلت فيه العديد من الهجمات التي طالت مباني حكومية من قبيل المستشفيات وحتى فروع شركات نفطية ومدارس، كما عرضنا في برنامج صوتكم في حلقات سابقة. لكن المفارقة أن هذه الهجمات في الآونة الأخيرة أخذت منحى جديد حينما بدأ ضباط في الأجهزة الحكومية في اللجوء إليها عند اختلافهم مع أقرانهم من الضباط. إذ أكدت مصادر تعرض منزلي ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب الحكومي برتبة عميد في منطقة شهداء السيدية في بغداد، تعرض منزله لإطلاق نار من قبل منتسب في نفس الجهاز على خلفية أوامر بنقله من دائرة إلى دائرة أخرى. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر من بغداد إلى محافظة البصرة. إذ أكدت مصادر صحفية تعرض منزل ضابط مخابرات لدقة عشائرية بسبب دوره في الكشف عن عصابة تهريب النفط في المدينة. وأظهرت صور بثها صحفيون أثار المنزل أو تعرض المنزل منزل هذا الضابط لعدد من العيارات النارية في وقت استغرب فيه مدونون من عدم قدرة الأجهزة الحكومية على ضبط الأمن في البلاد ووصول الأمر إلى من يتعرض الجميع أو إلى أن يتعرض الجميع للخطر بما فيهم الضباط بالأجهزة الأمنية الحساسة. دعونا نشاهد. داخل أحد منازل الضباط في محافظة البصرة وتحديدا في قضاء الزوير. هذا بيت من استاذ؟ بيت مقدم هاشم. عادي يطلع صوتك؟ اي عادي يطلع صوتك. زين. بيت مقدم هاشم مو كسا عندك. مقدم هاشم ضابط اللي كشف عن شبكة التهريب. ضابط يا جهاز. ضابط بجهاز المخابرات. زين. مدير امن المخابرات اللي كشف عن شبكة التهريب مال النفط وكشف عليها كلها، كشف الاوراق، يجون يدقون بيته. لين كشف عن هاي. اندق بيته عدة مرات الرمي. لان الطلقات موجودات. والبوشات يجيك بال علي خلي يشوف العائله، خلي يشوف ماكو عائله، البيت مخفوض ماكو اي اي اي. سيد أي محمد الشياع السوداني، هذا النداء لك. اتصور عيب وخزي ضابط مخابرات عراقي بيته فارغ؟ والله زحمه.
هذه طلقة وهذه وحدة فوق هذه هنا هذه فوق خلي يشوفها محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء خلي يشوف هاي ضباطة اللي ما يحميه هاي ضباطة اللي ما يحميها خلي يشوف هاي طلقة وهاي طلقة وهاي طلقة هاي وحدة هم جوا وهاي وحدة خلي يشوف هذا بيت مقدم هاشم اللي كشف عن الشبكة مال التهريب شبكة التهريب هاي طلقة هنا خلي يشوف هاي 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 طلقة هنا فوق ذن ثلاثة ذن اثنين لعدة دقات والبيت فاروق هذا خلي يشوفه تهجر البيت في التهجيرة فارق أبدا كل شيء ما بي فارق البيت تجي دق وتروح خلي يسمع محمد الشاع السوداني. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. منتظر الساهر يقول أو منتظر الساهر: الدولة العميقة ضد الدولة العلنية، هذا هو حال العراق. من يمنع التهريب ومن يحافظ على أمن واستقرار العراق يجب تصفيته، هذا هو شعار الدولة العميقة وعلى رأسها معروفون وهم أصلا الآن يقودون الدولة. أسامة كاظم الجنابي يقول: هذا دليل على انهزام الحكومة بأول شهرين أمام الشعب. إذا الدولة ما تقدر تحمي ضباطها الشرفاء خلي تعزل. تعليق من خليل حسان يقول: أي دولة تتحدثون عنها؟ دولة صايرة مثل الغابة، القوي يأكل الضعيف، إذا الضابط ما يعيش بيها النوب الفقير شلون يعيش؟ ولدينا تعليق من كاظم جواد يقول: دائما الضابط اللي يؤدي واجبه بصورة صحيحة وما يخضع لأي شخص سوى القانون راح يتعرض لهاي الأمور. ومع الأسف الحكومة فرحانة ومستانسة، حكومة ما تحمي رجل القانون لا خير فيها. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام. معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للاسترجاع المبالغ المالية من قبل رئيس الوزراء، نعم، هي هذه شو مثل ما تقول فذلكة من قبل السوداني. السوداني إذا هو كان صادق يرجع دولة للسجن اللي الزلم في هذا غلام ما أعرف اسمه اللي عدلت مصاريف وغيره وغيره، عشان يمكن دولة اللي باقوا ثروات العراق أن إحنا مو بس اسمه هذا المبلغ هذا اللي استرجع السوداني، هذه نقدر نسميها بروباغندا يعني من قبل السوداني، هاي يخدع بها نفسه ما يخدع بها العراقيين اللي يعرفون اللعبة وقواعد اللعبة. هو يقول سيد عبد الرزاق، هو يقول بأن هذه الحركة اللي هو سواها تأتي في سبيل إعادة الثقة ما بين الشعب والحكومة. السؤال هو: هل تعاد الثقة بهذه الصفقة أم يجب أن تعاد الثقة عن طريق محاسبة كبار الفاسدين في الدولة؟ هذا هو الحكي. أنت زمني كبار الحيتان، كبار الحيتان اللي نهبوا البلد ودعهم بالسجون، ليك الساعة ترجع ثقة يعني ترجع ثقة المواطن، ومو ثقة كاملة لكن نقدر نقول يعني جزء من الثقة بالحكومة. نعم. أنت مو تلزم لي اللص الصغير وتقول له أنا لزمت أو ترجع المبلغ قليل وتقول أنا استرجعت، لا، أنت لزم لي كبار الحيتان، كبار اللصوص، ارميهم بالسجون، ذيك الساعة المواطن العراقي يعيد النظر بالحكومة. أما هذه شوف هاي ضحوكة من قبل السوداني على المواطن، هاي ما تطلع. أما بالنسبة للحكومة ليش ما تحمل الضباط يعني هذا مسألة معيبة. سيد عبد الرزاق، بالنسبة للموضوع اللي حضرتك تفضلت به وهو قضية الصفقة أو استرجاع الأموال، ضمن النقاط التي طرحها السوداني هي صفقة أبرمها مع السارق يطلق سراحه في سبيل يعيد الأموال. طبعا طرحنا هذا السؤال على السيد أبو علي من لندن وأطرحه على حضرتك أيضا، أليس من المفترض أن تكون هناك عقوبات شديدة وقاسية لردع كل من تسول له نفسه بأن يسرق أو يرتكب انتهاك أو جرم معين في العراق؟ ما قيمة أن تعاد الأموال إذا لم يحاسب السارق؟ أستاذ محمد، هو المشكلة إحنا بالعراق بوجود هاي العصابات والمافيات هو تجي على الفساد،
أتذكر أن الرئيس المصري السيسي نعم السيسي عقد صفقة بين ذول التجار أو المقاولين اللي أموالهم باختصار نعم يعني نعم فهسه إذا ما يقدر السوداني يخلي يعني بهالطريقة هذه نعم. يعني عيد يعني نصف المبالغ مالتهم هذه ويصفح عنه إذا ما يقدر يعني أما تسترجع لمبلغ قليل وتقول أنا هم تعتبره منجز طيب. مثل غيرك من اللي سبقوك من رؤساء شكرا عبد الرزاق من بابل نعم أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من فقرات وننتقل إلى فقرة أنت ترى ناشد عدد من ملاك الأراضي في منطقة أبو تشير في بغداد الجهات الحكومية لمد الخدمات للمنطقة لكي يتمكنوا من البناء عليها بعد إهمالها وعدم توفير الخدمات لها وطالب ملاك الأراضي الحكومة بالاهتمام بالمنطقة لكي يتسنى لهم بناء المنازل فيها بدلا من أن يسكنوا الإيجارات وبيوت التجاوز استغرب ملاك الأراضي في هذه المنطقة من التسويف والمماطلة الحكومية بالرغم من أن الأراضي ملك صرف لهم وليست مصنفة كأراض زراعية بل هي لغايات الإسكان وجرى توزيعها على الضباط ونواب الضباط في الجيش السابق وقد بيعت بشكل أصولي لهم من قبل ملاكها الأصليين دعونا نستمع إلى جانب من تلك المناشدات في المقطع الآتي كنت شاب صغير مو كبير زين كان شعري اسود زين هسه كبرت وتمرضت ولحد الان قاعد ببيت اهلي بيت ورثه وولدي ثلاثتهم زلم اصغر واحد بيهم 20 سنه 19 سنه زين الكبير 25 واحد 24 الله يقبله قاعدين بمطبخ واحنا بيتنا اقل شيء ما اقل شيء حبينا يمكن بال 18 لو 19 واحد حتى تاهت عليه الحصل مالته زين الكراهيه والعرق وناس مخنوقه ولدنا راح يصير بهم انفصام بالشخصيه من شده القعده والضيم قاع صحراء لا مي لا كهرباء لا مجاري واروح انا المساعد امين بقى اروح الوحده الرشيدي يقول لي خلي يصير 50% بناء زين اليوم من المستعد يبني في صحراء لا بها مي لا بها كهرباء لا بها ابسط مستلزمات الحياه ما بها لا مستوصف لا شيء بس اردفتهم شلون نقعد بس اردف زين هاي المقاطعه 2 على 10 و3 على 10 بظهر التكيه ورا كفاءات السيدية ورا شهداء السيدية ومستحوذين عليها عصابات زين حتى ما يخلون واحد يبني وإذا أراد يبني يبهون المواد مالته ويذبون بها أنقاذ ومدمريننا الدمر الأمانة خطية عجزت احنا رحنا للأمانة الرجال عمار موسى جزاه الله خير ما قصر يعني بس خطية ما عنده إمكانية شغلتنا مو شغلة شفاض شغلتنا ذا مو شركة من قبلكم تجي هي اللي تدخل الخدمات ما تصير نشارة مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نكمل مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء ووصلنا الآن إلى فقرة الهاشتاج أكد مدونون وناشطون أن الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الميليشيات الولائية برئاسة محمد الشيع السوداني يتجاهل أن العراق يدار من قبل حكومة إيرانية بامتياز تعمل على مخطط عمليات سلب أصول الدولة بما فيها احتياطات الدولار الأمريكي وصادرات النفط والميزانية العسكرية وعائدات الموانئ والمطارات الدولية استغرب المدونون من النشاط المتزايد للسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي باتجاه دعم حكومة السودان في ازدواجية معايير مريعة لإدراكها أن الحكومة مشكلة من عناصر
مصنفة في قائمة العقوبات الأمريكية ويدينون بالولاء لإيران. وعد ناشطون ومدونون الأجواء الإيجابية بين السفيرة الأمريكية من جهة وحكومة الميليشيات في الإطار التنسيقي الموالي لإيران من جهة أخرى بمثابة تطبيع حقيقي للعلاقة ودليل آخر على التخادم ما بين واشنطن وطهران، بعد أن رفعت الجهات المقربة من الأخيرة في السنوات الماضية شعارات فارغة حول المقاومة والثأر التي تناقض أو تتناقض مع المواقف الحالية التي ترجمتها توقف الهجمات على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء. واسم اليوم هو حكومة الإطار بخدمة السفيرة، ولدينا بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. جنات علي الطائي تقول: شنو سالفة حكومة الديش الفصيح؟ شو بالعلن وأمام أنظار أصحاب الثار جاي يقعدون ويا السفيرة ودق ابتسامات واتفاقات؟ لدينا تغريدة من فاطمة الساعدي تقول: بنت عمكم السفيرة وإحنا ما ندري لو شنو، لو فاتحين مضيف الأمريكا وإسرائيل، الله يخزيكم. شمس الساعدي تقول: حكومة الإطار بخدمة السفيرة، تاريخكم يشهد بالتبعية والذل والهوان يا خونة يا أوغاد. هكذا تقول شمس. ننتقل إلى تغريدة سجاد يقول: أدري المقاولة، أشو من استلمت الحكم الهسة دق لقاءات ويا السفيرة، وين صارت الخدمات؟ وين صفى بيها الدهر الدولار؟ طيب، هذه كانت جزءا من التغريدات مشاهدينا الكرام. معنا اتصال السيد أحمد من ألمانيا، تفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كل رئيس وزراء جديد يجينا مع احترام شديد لكم يجي يسوي لنا في التمثيلية معينة ويطلع نفسه أبو جاسم، وهي الحقيقة تمثيلية سيئة الإعداد والإخراج والتمثيل. أخي هو سارق مليار وشوية، هذا أبو فاطمة الله يسلمها، أبو زينب إيش قد سارق، أبو حوراء إيش قد سارق، أبو آية إيش قد سارق، سارق مليار. زين هذا السارق تطلقون صراحة بعد ما أنطى 5% أو 20% خمس المبلغ، تطلقون صراحة ليش؟ زين هذا من جماعتكم. بعدين هل أن هذه الأموال عرضتها أمام الشعب؟ شنو اللي يأكد بأنه هذه الأموال راح تدخل بالخزينة؟ والله طلع مدير بنك قال بأنه أنا استلمتها. هاي الأفلام والتمثيليات يعني ماكو داعي تكرر علينا أكثر من اللازم. مثل هذا مجرم ينحط جوا الصوت تحت الصوت وينصلخ جلدي يطلع هو ويطلع من كان يتستر عليه. طيب يعني أكو نقطة ذكرت سيد أحمد من ألمانيا، محمد الشيع السوداني قال بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية سيكون هناك مراقبة للمتهم لكي لا يهرب، إذن الموضوع يحل داخل العراق، إذن ما فائدة إخراجه من السجن في سبيل أنه يعيد الأموال؟ لماذا لا يبقى في المعتقل ويعيد الأموال بنفس الطريقة؟ يعني ما الذي يحتاجه أن يقوم به من دور لكي تعاد الأموال إذا كان هو الموضوع داخل العراق ولا يراد له أن يهرب؟ أخي هذا وراء كارتلات معينة، وراء ميليشيات، وراء سلاح، وراء سياسيين كبار، شلون يبقى بالسجن؟ ليش هو هذا؟ أنا لو ابنك لو أخوك لو أنت نعم. أخي هذا عبارة عن كارتل، وهذا ممنوع يمس خط أحمر، لأنه هذا يعني هو حقيقة وراء المرجعية الرشيدة وراء نور المالكي وراء هو نفسه هذا القيس الخزعلي والسوداني وغيره وغيره، هم ذل اللي وراء. يعني هل سمعت يوما في أي مكان في العالم أن السارق قامت الدولة بإخلاء سبيله لكي يعيد الأموال؟ في أي دولة حصل هذا الموضوع؟ وطبعا برأي حقوقيين هذه مخالفة قانونية أصلا. ومن قال لك أن العراق دولة الآن يا أخي؟ العراق الآن 100 دولة دولة ميليشيات، فمن قال لك العراق بدولة؟ يعني سؤال غريب عجيب يا أخي. أكو شيء بالعراق هو يحكم المنطق، يحكم قانون وأعراف دولية، يحكم أكو بالعراق فشيء منضبط بقانون، كل شيء بعكس. طيب يعني سيد أبو أحمد، تحدث محمد الشيع السوداني عن الثقة المفقودة ما بين الحكومة والشعب، كيف لهذه الثقة أن تعاد برأيك؟ أها، أول شيء مقتدى الصدر نور المالكي ينحطون، وقيس الخزعلي والحثالة العفنة الموجودة أجلكم الله كلها تنحط أمام القانون، وأول واحد بهم أيضا فائق زيدان، هذول ينحطون أمام قضاء عادل يحاكمون بما جنته وكسبته أيديهم من 20 سنة لحد الآن. نور المالكي جل العراق بدشداشة لا تستر عورته، الآن شنو اللي يملكه؟
قيس الخزعلي شوفون انتم العمامه مالته اللي ما كان غاسل يغسلها كل شهرين مره لان ما عنده غيرها، هسه وضعيته شنو؟ انا ما اريد احكي واسبب لكم مشاكل يا اخي، بس هذا الحكي حقيقه اصبح ممل وعاد وثقل. اذا الثقه تعاد عن طريق محاسبه كبار الفاسدين الموجودين في الدوله، هل يستطيع السوداني القيام بهذه الخطوه؟ والله شو ابوي ما يقدر بس على امي، لا والله حتى على امي ما يقدر، والله ما يقدر على كل احد غير بس يقدر على جماعه السنه. احكي لك اياها بصراحه، انا ما احب اصير طائفي بس اقول لك اياها بصراحه، السنه راح ينحطون تحت المقص وتحت المقصله، واحد اثنين ثلاثه منهم كذا وينطل من الباقيين ياخذون معهم خبز للسيد دخل جده وبعدين كل شيء. وصلت الفكره سيد احمد من المانيا، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.